غريم، انا ابعد ما يكون عن ان انا اشتري شقه دلوقتي تماما. كل العملاء كانوا فاكرين انهم بعيد يا محمد، احلم انت بس. احلم؟ هو السرير اللي جوه ده بيجيب احلام يا ريم؟ ده انا بنام بنص جسمي واصحى ابدل مع النص التاني، انا بنام على شطين يا ريم. ما هو عشان كده انا عايزه اساعدك. قول لي نفسك تقعد فين؟ نفسي اقعد فين؟ نفسي اقعد في اي حته غير العماره الوسخه دي. خلي عندك طموح اكتر من كده شويه، ما تبقاش محبط كده. محبط؟ بص حواليك كده، الارضيه بتزيق، الحيطه دي وقعت مرتين، الباب ده مفتوح للجميع، حتى الحمام بدخله حجلاوي. يعني ايه حجلاوي؟ حجلاوي ده اللي هي كده بنطلوني اوسع منه. حتى الاوضه المقفوله دي كنت فاكر ان هي مخزن، طلع عم شلبي مربي فيها بط. طبعا البط ده عامل لك ازعاج. لا، عم شلبي اللي عامل لي ازعاج، البط جاي هنا غصب عني زي بالظبط. هو البيت هنا كام اوضه؟ البيت هنا اوضه ونص، وفي نص تاني كده بطبخ فيه بالجنب كده. كفايه سلبيه بقى يا سعداني، ما نفسكش تغير البيت ويبقى عندك بيت كده اربع اوض؟ اربع اوض بتوعي لوحدي؟ منظر الزرع كده قدامك كل يوم. يا جمال يا جمال. وأوضة دريسنج حلوة كده. دريسنج؟ هو مش ده اللي بيتحط على السطح؟ ريم بصي أنا موافق، أنا اقتنعت. خدي اعتبري ده أول قسط، ولا أقول لك استني هاتي بس عشان عايز أجيب سجاير. هي دي كل فلوسك؟ أمال صنع محتوى وجاي من على اليوتيوب. لا، ما هو صنع فرع اليوتيوب الفقير. هو المقدم غالي قوي كده؟ 5000 جنيه؟ 50,000 جنيه؟ لا، ما هو أكيد مش 500,000 جنيه. 5,000,000 جنيه. امسك يا محمد، أنا هروح أشوف لي حد من الفرع الغني. يا ريم، طب واقفة عليكي من غير الدريسنج بكام طيب؟ هنتفق. الكلام أخد وعطا. يلا. صديق الانسان، يعني انت كل اسبوع قاعد عندي هنا في الصاله وعمال احكي معاك واصب لك في شاي، وانت عمرك ما فكرت تعزمني في بيتك ولا مره. يا راجل، طب عشان العلاقه تبقى خد وهات، مره عندي ومره عندك، مره عليك ومره عليا، ولا انت ظروفك في البيت ما تسمحش؟ انا عارف صديق الانسان ان احنا عندنا معاد حلقه دلوقتي، بس لا مؤاخذه في واحده صاحبتي لسه نازله من براتيه عاشقه للون الاصفر، فلا مؤاخذة. المهم يعني في السريع كده، اديني انت بس عنوانك وما تقلقش، سيبه في الكومنتات، ومش هدخل بيلي فاضي والله العظيم، هجيب لك معايا كيلو موز وصينيه بسبوسه. بس لا صحيح صديق الانسان، يعني بغض النظر عن العزومات المركبيه دي، تفتكر ايه الفرق بين بيتي وبيتك وبيت اي حد تاني؟ او يعني بتعبير اخر، ايه اللي بيخلي البيت هو البيت؟ المكان اللي بنرتاح فيه ونحس اننا مترستقين واخدين راحتنا، زي ما انا قاعد معاك كده صديق الانسان دلوقتي. وازاي البيت مع انه هو المكان الوحيد اللي تقدر انك تمارس فيه حريه مطلقه، قد تصل الى الهمجيه في بعض الاوقات، يعني تقدر مثلا تحط رجليك المبلول على الكنبه، او ترمي لبسك المقطع على الانتريه، او تحط دماغك في الفرن، محدش هيمنعك. بس رغم كده انت طول الوقت بتبقى مهتم بنظافته وتنظيمه بالشكل اللي يريحك، وده لانك حاسس انه مكانك ومأواك اللي بيضمك اخر اليوم، والمساحه اللي بتعيد فيها تجميع نفسك وطاقتك عشان تعرف تواصل الحياه تاني يوم. صديق الانسان، طب هو يعني ايه بيت بالظبط؟ الشاعر الامريكي روبرت فروست كان بيقول ان البيت هو المكان اللي انتمائنا ليه بيكون بديهي، بمعنى انك مش مطلوب منك تقدم حاجه او تعمل حاجه عشان تستحق الوجود في البيت. حاجه كده زي الجنسية، بتنزل من بطن امك بيها، لو فشلت في كل حاجه في حياتك بيفضل برضه مفتوح ليك. مفيش اي معايير معينه للجداره او الاستحقاق بتقول لك ينفع تقعد في بيتك ولا لا. عشان كده كتير مننا لما بيفكر في البيت بيفكر مباشره في بيت الطفوله، او البيت اللي اتربى فيه مع اهله لما كان قاعد واكل شارب نايم حامل حاجات تانيه ببلاش، ولا حد بيقول لك هات الايجار، ولا حد كل شويه بيقول لك صلح حنفيه الدش. طبعا في بعض الاحيان بيكون البيت ده برضه مكان ضاغط عليك ومرهق ليك نفسيا وجسديا، حتى على حسب علاقتك باهلك شكلها ايه بالظبط. ولو كان ده الوضع هتلاقي نفسك حاسس بالغربة عنه ومحتاج لسه تدور على المكان اللي هيبقى بيتك. أول مفتاح بيساعدنا إننا نفهم معنى البيت فعلا هو الأماكن اللي بتكون بيوت لكنها برضو مش بيوت قوي، زي الشقق اللي بنعيش فيها مؤقتا، أو الشقق المفروشة والمتأجرة، وبيوت الطلبة والمغتربين. صديق الإنسان، حتى لو أنت حاليا مش عايش في بيت إيجار، ففي احتمال كبير قوي إنك عند نقطة معينة في حياتك تعيش في بيت إيجار. في دراسة عملها موقع اسمه رنت كافيه في 2018 باستخدام الداتا اللي بتجمعها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بصوا على 30 دولة لقوا إن
21 منهم نسبة المستأجرين فيهم بيزيدوا كل سنة عن التانية. والظاهرة دي واضح إنها أقوى كمان في أوروبا والدول المتقدمة. سويسرا مثلا عندها أكبر نسبة مستأجرين في العالم، بيجي بعدها دول زي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا واليابان. يعني باختصار ممكن نقول إن المدن العالمية الكبيرة بتتجه للنموذج ده بالتدريج وبتفرضه على سكانها. وحتى في المدن العربية الكبيرة سهل جدا تشوف إنه بالنسبة لمعظم الناس امتلاك شقة بقى أصعب من زمان بكتير، خصوصا لو عايز مثلا تروح تعيش جنب شغلك أو دراستك. وفي الوضع الحالي ده ويمكن في المستقبل القريب كتير من الناس تقضي حياتها كلها في شقق متأجرة، يعني مكان معيشتهم ما يبقاش أبدا ملك ليهم. الناس اللي عاشت في أماكن متأجرة هتكون عارفة فعلا إن البيت ده موضوع معقد أوي، وإنك عشان تقول على مكان إنه بيتك ساعات ده بيبقى صعب ومش بيجي غير بعد جهد كبير. يعني اللي بيحصل للمغترب أو الشخص المستقل اللي راح يعيش في المدينة الجامعية أو في بيت الطلبة أو أجر شقة مفروشة وقاعد فيها، إنه فجأة بيلاقي نفسه لوحده في بيوت مش بتاعته مع ناس ما يعرفهمش، ويبقاش عارف هو مضطر يستحمل عيوبهم ولا لا. لأنك لو كنت بتستحمل أخوك مثلا اللي بيتخانق معاك كل لما بتدخل الحمام بالشبشب بتاعه، فهو في النهاية أخوك ولازم تستحملوا بعض. إنما زميلك في السكن اللي بتصحى تلاقيه سهران من امبارح بيعمل تجارب نووية في المطبخ اللي أنت كنت قاعد قبلها 6 ساعات بتنظف فيه ده، هتستحمله إزاي وليه؟ والبنت اللي بتستحمل أمها اللي بتضايق عليها في الرايحة والجاية وتقول لها مفيش بنات ترجع البيت بعد الساعة 9، في الآخر لازم تستحملها لأنها أمها. إنما إيه اللي يخليها تستحمل البواب اللي قاعد يبص لها بصات مش حلوة في الراحة والجاية ومركز في تصرفاتها كأنها جاية تبث الفتنة والفساد في المنطقة؟ مساحات وأماكن السكن الجامعي دي صديق الإنسان بترفض تماما إنك تكون علاقة حقيقية مع البيت، لأن كتير منها بيكون أماكن أصلا تحت رقابة شديدة، وده بيشمل المدن الجامعية وكل أنواع سكن العزاب والطلبة والعمال، لأن المجتمع بيكون شايف إن العزاب عموما لسه صغيرين ومحتاجين قيود على حريتهم، بس كمان لأن المساحات دي معمولة بمنطق إنها بياتة والسلام عشان تصحى تذاكر أو تكمل شغل، فالبيت مش بيتك، أنت حدودك سريرك وأوضتك، وبره ده أنت وشطارتك بقى، تتفاوض على مساحتك في الصالة والمطبخ والحمام. لكن حتى لو مش سكن جماعي ولو افترضنا إن الشقة اللي أنت عايش فيها لوحدك دي أو مع أسرتك بعد ما اتجوزت هي شقة متأجرة، بيفضل فيه هاجس دايما إن المكان في الآخر مش بتاعك، وبالتالي مش هتستثمر فيه استثمار كبير، وهتبقى أنت وصاحب الشقة قاعدين طول الوقت تتخانقوا مع بعض مين اللي هيصلح السباكة البايظة، والإيجار هيزيد كل كام سنة. طب صديق الإنسان ما تيجي نديها فصل فلسفي كده ونرجع للسؤال الأولاني اللي هو يعني إيه بيت أصلا؟ لو حاولت تجاوب على السؤال ده من تاريخ الفلسفة الغربية هتلاقي السبب في إنك مش حاسس إنك في بيتك لما بتأجر شقة إنك ما عندكش حاجتين أساسيين، الأولى هي الملكية والتانية هي الحرية. تصدق فعلا مفهوم الفلسفة الغربية عن البيت كان متأثر جدا بمفاهيمنا عن الملكية والحرية، بمعنى إن البيت مفروض يبقى المكان بتاعك وبرضه يبقى المكان اللي أنت حر في تصرفك فيه. فتلاقي واحد مثلا زي الفيلسوف الفرنسي الرايق جاستون باشلر في كتابه جماليات المكان بيرفض فكرة إن البيت يكون مجرد مأوى بننام فيه وخلاص، بيقول إن شققنا اللي شبه العلب دي ما تنفعش تبقى بيوت، لأن البيت الحقيقي لازم يبقى البيت اللي انت بتبنيه على مزاجك، ولازم قال ايه يكون فيه بدروم وسطح هوا يرد الروح وتكون له جنينه تزرع فيها وتبص عليها من البلكونه. وبعدين بقى بزود الطين بله وقال لك ان البيت شبه النفس الانسانيه، سبحان الله، لازم يكون فيه اجزاء مكشوفه واجزاء سريه، اجزاء شبه الوعي واجزاء شبه اللاوعي، واننا لما نفهم البيت بنفهم الروح، وان البيت عنده 3 وظائف هما الحمايه والالفه والذاكرة. انا بصراحه البيت عندي في مكان سري فعلا مخبي فيه شويه حاجات كده، لما تيجي تزورني ان شاء الله صديق الانسان اعمل لك اختبار، ولو عرفت انا مخبي ايه ادي لك منهم سيجاره. تصدق يا عم باشلر انك مع احترامي ليك راجل عيب، جنينه ايه وبضروب ايه يا معلم، انا ساكن في الطلبيه. صديق الانسان باشلر كان بيعبر عن الطبقه بتاعته وهو بيفكر في البيت، يعني باعتباره يعني راجل مرفه من ابناء الطبقه المرفه. ممكن نستفيد من تركيزه على علاقتنا بالبيت وازاي بنرتب مساحاتنا الحميميه، بنحول بيوتنا من جدران فاضيه لاماكن شبهنا بتفاصيل بنحبها. لكن انا بوريك كلامه بس عشان تشوف ازاي افكاره متاثره بموضوع الحريه ده. البيت عند باشلر لازم يعكس النشاط الانساني الحر، ما يكونش في حاجه مفروضه عليك او جاي غصب عنك، وده اللي بيخلي البيت في النهايه يعكس شخصيتك بالكامل. لو بصينا على فيلسوف تاني ايطالي المره دي اللي هو ايمانويل كوتشيا في كتابه فلسفه البيت، هتلاقي كلام قريب من كده برضه. بيقول ايه بقى الراجل الكوتشي ده؟ على عكس باشلر كوتشيا مش فارق معاه قوي انك تبني بيتك بنفسك والكلام ده، لكنه بيشوف ان البيت هو مساحه الشخص بياخدها من العالم وبيرجع يستضيف فيها العالم تاني، كانه صوره مصغره لكون بتاعك انت في حدود امكانياتك انت اللي بتتحكم فيه، وتحول افكارك ومشاعرك فيه لاشياء محسوسه يقدر يشوفها الناس اللي بتيجي تزور، زي البطه اللي ورايا دي صديق الانسان. اللي ممكن تلاحظه هنا صديق الانسان ان كوتشيا بيفكر في البيت من زاويه الملكيه، يعني انه مساحه مملوكه ليك بتاعتك انت عليها اسمك وهو ده اللي بيخليها بيتك. صديق الانسان دي وقعه سوده،
لو الملكية والحرية هما اللي بيخلوا المكان يبقى بيت، ده معناه ان المستقبل ممكن يكون من غير بيوت خالص، لانه زي ما كنت بقول لك لسه الاتجاه العام اصلا زي ما يكون رايح بالتدريج ناحيه ان الناس تبطل تتملك اماكن سكنها، زي الحاله اللي انا فيها مع عم شلبي دي، ونبقى كلنا مستاجرين بنتحرك من شقه لشقه في كل مرحله جديده من حياتنا وما بنستقرش ابدا في مكان واحد. بس هل الملكيه والحريه بس هما اللي بيخلوا اي مكان يبقى بيت صديق الانسان؟ انا حاسس ان الفلاسفه الغربيين وهم بيفكروا في البيت وبيربطوه بالحريه والملكيه ممكن يكونوا نسيوا اهم حاجه على الاطلاق، اللي هي ايه دي بقى؟ الذكريات صديق الانسان. مفيش بيت من غير ذكريات. ممكن بيوتنا حتى مع غياب الملكيه وغياب الحريه تكون بتوفر لنا احساس البيت برضه بسبب عمق وحميميه علاقتنا بيها اللي اتبنت على فتره طويله من الزمن. الانثروبولوجي الفرنساوي مارك اوجيه في كتابه لا مكان مقدمه في الحداثه المفرطه بيشرح لنا الموضوع ده كويس قوي. اوجيه بيقول ان المكان الانثروبولوجي او المكان الانساني يعني المفروض يكون فيه علاقات وتواريخ للناس اللي فيه، بمعنى انه في قصه لكل حاجه في المكان ده نقدر نشوفها ونفهم هي ازاي مرتبطه باصحاب المكان او سكانه او حتى زواره. لكن اوجيه بيقول ان الحداثه في صورتها المتاخره اللي احنا عايشين فيها دلوقتي يعني عندها ميل متزايد لانتاج اللامكان. طيب ايه هو اللامكان ده صديق الانسان؟ والله صديق الانسان يعني انا هحاول اشرح لك ايه هو اللامكان ده، بس لو معرفتش فليس في الامكان افضل مما كان. اوجيه بيقول ان اللامكان ده هو المساحات اللي بتحاول تتخلص اصلا من البعد الانساني وتركز بس على الوظيفه اللي انت جاي تعملها فيها وعلى تاديتها بكفاءه وطبعا بشكل مربح. يعني مثلا المول او الطريق السريع او المطار اللي هي كلها اماكن انت مش بتحس ناحيتها باي نوع من الحميميه لانها اماكن ملهاش ذاكره خالص وما فيهاش ذكريات، لما بتدخلها بتلاقي كل حاجه متصممه بحيث ان استخدامك للمكان ده يتم بسهوله ويسر من غير ما تفكر في تفاصيل المكان اصلا او تفكر في حكايته او تاريخه. وحتى الناس في المكان ده بيلعبوا ادوار معينه، مفيش علاقة شخصية بتربطك بيهم من أي نوع، المكان متصمم بشكل يخليه مفرغ تماماً من أي حميمية. وجي بيقول إن فكرة اللامكان دي بقت من المعالم الأساسية للعالم بتاعنا النهاردة، لأنك لو عايز تزود الاستهلاك وتمشي عجلة الإنتاج فأنت محتاج تعمل أماكن كلها شبه بعض، بتقدم خدمات ستاندرد مفيش حاجة بتميزها غير قيمتها المحسوبة بالفلوس. يعني مثلاً الفرق بين قهوة عم حمادة القرش اللي تحت بيتكم وستاربكس إن الصبي في قهوة عم حمادة عارف شباب المنطقة بالاسم وعارف ذوق كل واحد فيهم، تدخل القهوه تلاقي الشاي بتاعك وحجر الشيشه نازلين من غير ما تطلبه، فيبقى عندنا هنا بعد شخصي في العلاقه بالمكان وفي تاريخ، لانك فاكر انت امتى اول مره رحت هناك وتعرفت على عم حماد، ولانك برضه عارف سيد ملك بتاع الولع اللي مشي من اسبوعين وعارف هو مشي ليه عشان شرب 30 كوبايه شاي على حساب القهوه كان بيعلي، ودلوقتي بتتعرف على الصبي بتاع الولع الجديد ومش عاجبك شغله وبتترحم على ايام سيد ملك. لكن في فرانشايز زي ستاربكس مفيش حاجه من دي، لانه كل حاجه ستاندرد او كل حاجه بتتبع معايير ثابته وواضحه جدا لكل تفصيله في المشروب بتاعك، من اول كميه اللبن والفوم لحد الطريقه والكميه اللي بيتحط بيها فليفر القهوه. الديكورات والالوان واحده وطعم القهوه واحد، وده مش بس بين الفروع، ده ساعات حتى من بلد للتانيه بتلاقي القهوه بنفس الطعم. هنا البعد الانساني منزوع عن المكان، وده اللي في راي اوجيه بيخليه لا مكان، لان كل حاجه فيه بتحصل بشكل الي ومفيش مساحه للاخطاء البشريه ولا للتفاعلات الانسانيه اللي الفرنشايز اصلا بيحاول يخبيها عشان يديك احساس كان البراند ده متعلق في الفراغ او كانه موجود من بدايه الكون. الاشكال المختلفه دي من اللا مكان بيخلونا ننسى ان المكان الحميمي هو حاجه معقده جدا وسكانه بينسجوها ببطء على مدار سنين، وان المكان الحميمي بيبقى مليان تفاصيل مقصوده وتفاصيل تانيه مش مقصوده، ريحه الاماكن وملمس الحيطان والشوارع والاصوات اللي بنتعود عليها وعلاقات الشغل وفلوس الجمعيه اللي بنعدي نلمها من القرايب والجيران وبنت الجيران وشعور الانتماء والطمانينه اللي مرتبط في دماغنا بالبيت. كل ده صديق الانسان قد لا يمكن تعويضه بالانشاءات والمحلات والخدمات الجديده والمشروبات اللي شكلها حلو. في الحقيقه انه بالعكس اصلا، يمكن الحاجات دي بتبعدنا اكتر عن اي مفهوم حقيقي لفكره البيت. طب يعني في النهايه صديق الانسان من الواضح كده ان موضوع البيت ده ما طلعش مرتبط قوي بالملكيه والحريه زي ما افترض الفلاسفه الغربيه، وانما البيت ده بيتعمل بانك تعيش فيه كل يوم وتتعود عليه ويبقى انت وهو كل واحد فيكم جزء من التاني بالتدريج. وشعور البيت ده حتى مش مرتبط تحديدا بالبيت اللي انت بتسكن فيه، لكن بيتك هو كل الاماكن اللي انت غرست فيها جذورك او بنيت فيها علاقات عميقه على فتره طويله من الزمن، وده ممكن يبقى القهوه او الشارع بتاعك او حتى بيوت اصحابك وجيرانك. كل دي اماكن ممكن
ممكن تبقى بيت بمعنى ما بالنسبة لك، لكن أنماط السكن الجديدة والتطورات اللي مستمرة في إنتاج اللا مكان، كل دول بيحرمونا من بيوتنا ومشاعر الانتماء ليها والسكن إليها. عشان كده حتى لو أنت مضطر تسيب بيتك وتتغرب عشان شغل أو دراسة، أو لو أنت بالفعل عايش في مكان متأجر وبتحتاج تتنقل كل فترة لأي سبب من الأسباب، افتكر دايما إن اللي هيخلي المكان ده بيت هو الذكريات والعلاقات والتفاصيل الصغيرة اللي هتتراكم مع الوقت. عايزين نعمل منها كتير دي صديق الإنسان. وأحب أستغل الفرصة دي صديق الإنسان في إني أوجه رسالة للراجل اللي جدي مأجر منه الشقة دي، المعروف بعم شلبي. وقول له يا عم شلبي، زمان كان الواحد أول ما يدخل الشارع بتاعه بيبدأ يفك زراير القميص على أساس إنه كده يعني خلاص وصل البيت. دلوقتي أنا قاعد في الصالة ولا اللي قاعد في ميدان عبدي، وكل شوية داخلين طالعين عليا. يا عم شلبي، اللي ما ترضاهوش على بيتك ما ترضاهوش على بيت صديقك الإنسان. ولا إيه صديق الإنسان؟ يلا قوم اعمل لك شوية ذكريات في الصالة بدل ما انت ذكرياتك كلها بقت على السرير، وشوف ايه اللي بيفكرك بذكرياتك وجذورك وخده معاك في بيتك صديق الانسان. حتى لو البيت كل شويه بيتغير، بس انت اصيل صديق الانسان وبذرتك نظيفه وكل ركن في قلبك يحكي لك حكايه. يلا بقى صديق الانسان، اتكل على الله عشان انا مخلص عليك كارت الكهرباء بسبب المكوه دي، وادعي لي ربنا يكرمني في موضوع براتيه ده، يعني ان شاء الله ربنا ينور لنا اللي ببالنا. خد بالك، يلا فوتك بعافيه صديق الانسان، ما تقطعش الجوابات، وبقى تعالى يوم الاربعاء الجاي زي دلوقتي بالظبط. سلام عليكم.